معانا واحد من افراد هذا الانجاز، دكتور مهند مجدي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. الف مبروك، اعتقد ان احنا كلنا محظوظين ان احنا موجودين في يوم تاريخي زي كده والنادي الاهلي بيغزو الصعيد. الله يبارك فيك، والف مبروك لكل المنتمين للنادي الاهلي، اعضاء وجماهير وفرق نشاط رياضي، واحنا كاعضاء مجلس اداره انا سعيد جدا بيوم زي ده، فخور جدا بوجودي في النهارده في اليوم ده، وفخور جدا بوجودي في المجلس ده. الحمد لله يعني كل يوم ربنا بيدينا يعني كرم كبير من ربنا وفضل وانجازات كتير، الحمد لله نشكر ربنا عليها، وبنوعد باذن الله ان شاء الله جماهير واعضاء النادي الاهلي بالمزيد ان شاء الله. دكتور، يعني انت واحد من ابطالنا الرياضيين قبل ما تبقى عضو مجلس اداره في النادي الاهلي، نادي زي كده بينشأ في الصعيد، شايف ده تاثيره على الرياضه وده الدور الوطني اللي دايما بنقوله للنادي الاهلي؟ طبعا اللي بيحصل النهارده مش مجرد يعني هو اكبر بكتير من مجرد افتتاح فرع في 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 محافظه، الموضوع كبير جدا، موضوع انك ازاي بتوصل لاقصى الصعيد، بتوصل باسم النادي الاهلي وبامكانياته وخبراته في مجال الاداره ومجال الرياضه لاقصى الصعيد عشان تقدر توصل لجماهيرنا ولاعضائنا الموجودين في الصعيد وتقدر تنقل لهم خبراتك، وبالتالي تقدر تديهم متنفس او فرصه ان هم يلاقوا فرصة ان هم يعني نجمهم يبزغ ويبرز في النادي الاهلي، نلاقي طاقتهم ان هم يطلعوها في الرياضة هنا لعل وعسى يطلع منها نجوم تفيد المنتخبات. الموضوع بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة مع شركة استادات هو كبير جدا، ورسالة للبلان اللي ماشي عليها البلد انها كنا تستعين باسم زي اسم النادي الاهلي في تطوير المنشآت، ودي اللي كانت ناقصه المنشآت الرياضيه في مصر، ان انت بتعمل وبتطور منشآت رياضيه بشكل كبير جدا ومفيش تقصير فيها بصراحه، حاجه هايله جدا، ولكن كمنشآت، لكن العقول والخبرات الاداريه اللي تيجي تدير ده هو ده اللي كان ناقص، والحمد لله النهارده دي كانت بدايه، وده طبعا يعني جزء من نجاحات شركه استادات للحقيقه، يعني هم ناجحين في محاور كتير، ويمكن بيقدروا يستقطبوا النجوم اذا كانوا على مستوى الافراد او على مستوى الكيانات. فطبعا الف الف مبروك لينا جميعا، وباذن الله من تقدم ونجاح ان شاء الله. بالتوفيق والف مبروك لك يا دكتور، ان شاء الله موفقين كمجلس اداره النادي الاهلي.